تعال 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 وش اللي معك؟ حركات معك من قلم؟ كفو. وين رايحين؟ يلا اركبوا اركبوا يلا. حسن عطني قلم الرصاص، لا تاكله، عطني اياه، عطني له قيمه الحين. اسمع هذا له قيمه، لا تعطي اي واحد قلم الرصاص حقك. تدري ليش؟ ولا علمك بعدين؟ ما تدري صح؟ خلاص امسكه، قلم الرصاص مره مهم، مره ايش؟ اي صح، ما بقى لكم الحين ليش؟ ابى اسوي لكم تحدي. وصلنا مدرستكم، ها كيف؟ حلوه صح؟ ادخلنا ندخل الحين. وين قلم رصاص معك؟ معك قلم رصاص؟ اي ماسك، ابعد عن عينك، ابعد عن عينك، ابعد. والله شوفوا انا وصلت المدرسه ودخلت جوا وشفت ترتيباتهم، شيء مو طبيعي. انا توني ادري عن شيء اسمه صراحه اول مره ادخل مدرسه عالميه، اول مره ادخل مدرسه عالميه. وبعدين انتم اللي تدرسون عيالكم مدارس عالميه ما شاء الله تبارك الله، ليش ما علمتونا عن ذا الشيء؟ انا ما كنت ادري في مميزات مو طبيعيه ما شاء الله تبارك الله. الشيء الثاني، مدارس ابن الرشد عندهم طريقه خرافيه، القلم الرصاص اللي انا قاعد اصورها لكم اليوم، قلم الرصاص هذه حكايه اخرى. خلوني انزلكم فيديو يوضح لكم وش معنى قلم الرصاص، انكم تروحون وتزورون ابن الرشد بقلم الرصاص. شوفوا 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 الفيديو. انت ما جبت معك قلم؟ للاسف. والله لا 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 نكسر هنا. غسان تعطيه اياه؟ ها لا. امسك، تعجبني. راح ادخل 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 حط لهم في السله، راح احط لهم السله على اليمين. شوف على اليمين، على اليمين هنا 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 هنا، شوف هنا. ايوه حط لهم هنا. ايوه خذ خذ الورقه اللي معهم. شوف ترى اي احد يجي يسوي هذا الشيء وياخذ هديه. شوف شوف قسيمه. طيب اصبر خلينا نشوف الحين وش هديتنا. ها قسيمه هديه، شايفين؟ دوره تدريبي انجليزي. انت تعرف انجليزي ولا لا؟ تعرف انجليزي ولا لا؟ ما تعرف؟ خلاص قلها. يلا وين الدوره؟ قلها كلمها. يلا اعطيها اسمك. سؤال عبد الرحمن صدق الحين، انا اي احد يجي يسوي ذي ولا لازم يصير مسجل؟ ما يحتاج تصير مسجل في المدرسه. طب انا اخذ دوره انجليزي بدون ما اسجل؟ بدون شيء، جيب قلم رصاص واعطهم اياه، حطه هنا وخذ هذه. خرافيه حسب اني وجدت قلم صح؟ شوف متحمسين يسجلوا في الدوره. حكايه قلم الرصاص هذه جميله صراحه. في شيء ثاني مره يعجبني فيهم، منتبهين لعيالك. شلون؟ عندهم تطبيق خرافي، اي مشكله عندك، اي مشكله يواجهها ولدك، ترفع المشكله هذه خلال 12 ساعه حلينها لك. طبعا المشكله ترى توصل الى السي او، الى المدير، الى مالك الشركه، يدري عن كل شيء. يعني مشكلتك ما تجلس في مكان واحد، توصل لكل الناس. الشيء الثاني في التطبيق حقهم شيء خرافي عجبني. في التطبيق تقدر تتابع ولدك بالضبط، اذا ركب الباص تفتح كاميرا تشوفه. شيء مو طبيعي صراحه التطبيق حقهم. التطبيق بالنسبه لي انا بحط لكم تطبيق، ابغاكم يعني تفتحونه وتشوفونه التطبيق حقهم. نموذج جبار. اعجبني لما دخلت عندهم في المدرسه لقيت عندهم قسم كامل روبوتات، وفي عندهم بعد برضو قسم إذا 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 ولدك الله يحفظه لك ذكي وعنده اختراعات، عندهم قسم كامل. شوفوا صورت فيه بعد برضو، صورت فيه غسان وحمد وهم يشوفون بعض اختراعات الأطفال السعوديين. يعني واحد من الأطفال السعوديين مخترع حضانة إذا صار زلزال الله يكفينا الشر، تتقفل الحضانة تصير على شكل كبسولة، على شكل كبسولة ويطلع لها صوت نداء إذا طاحت تحت الأرض. هذا طفل سعودي مسوي هذا الاختراع في مدرسة ابن رشد. يعني كيف؟ ما شاء الله تبارك الله. عشان كذا أنا أقول لكم مهتمين في أطفالكم. ثلاثة أطفال أو أربعة أطفال حسب الحجم، ونقفل عليه أوتوماتيك، وبعدين نحول هذا في المستقبل للروبوت يخلي فيه لاين
يمشي على هذا الخط الى ان يعمل اخلاء اوتوماتيكي من المستشفى. طبعا هذا الاستاذ قاعد يشرح لغسان وحمد بطريقه ان اذا عندكم افكار او ابتكارات جديده تقدرون تسوونها. غسان 52 جاوب 4 اوكي بلس 30 بلس 30 ماينس 50 ماينس 50 بلس 10 سويه سوي سويه ماينس 22 ايوه ماينس 22. في شيء مره جميل عند ابن الرشد مدارس ابن الرشد, شيء مره حلو. انت اساسا درست ولدك في انترناشنال صح, قالوا متفقين مع بعض انك درست ولدك في انترناشنال, ترى بيطلع من مدرسه الانترناشنال هذه مع شهادتين, مو شهاده واحده شهادتين. شهاده الاولى اللي هي حقه الانترناشنال اللي هي تعتبر اللي هي بتاخذها من سانت ميري اللي هي عمرها 180 سنه المدرسه هذه, والشيء الثاني بتاخذ شهاده ابن رشد. شهادتين ولدك متخرج ومعاه شهادتين اللي هي شهادة بعد اللي هي الشهادة الثانية اللي هي شهادة وزارة التربية والتعليم. وبرضو أعجبني عندهم طاقم التعليمي, خلوني لكم بعض الطاقم التعليمي الموجود عند ابن الرشد, خلوكم تشوفونه. مستر لويس, the last question, what makes ابن رشد different than other schools? Right, absolutely, I can tell you that teachers teach from their heart, they love what they do. They love teaching, they love coming to work, they love working with the students, and that love comes across in everything that they do in the classroom. Students love coming to school because of that. They absolutely work with all of their heart, with a passion and a love, and this makes... We want students to be in charge of their education. We want students to be innovative. We want them to be creative. We want them to be academic risk takers. We want the teacher to be the facilitator, but it to be student-centered learning. This makes the student... شفتوا كيف الطاقم التعليمي حقهم؟ فيه عندهم برنامج اسمه المعلم الداعم. المعلم الداعم هذا من الأشياء اللي صدق إني كنت أتمناها. وشي؟ المعلم الداعم اللي هو معلم يجي يحط عينه على 10 طلاب ويراقبهم أسبوعياً ويحاول يطورهم في أشياء, سواء في الماث, سواء في أشياء أو في أشياء هو الطفل نفسه يبغى يسويها, يحاول يدعمه, يحاول يساعده في الوصول للهدف اللي يبغاه الطفل نفسه. هذا واحد. وكل يوم خميس المعلم يرسل لك تقرير يا أم أو أبو الطالب أو الطالبة, تخيلين كل أسبوع يرسل لكم التقرير. أوف, يعني أقدر أنا حط مكافأة لعيالي؟ إيه تقدر, تقدر تحط مكافأة. اسمع, إذا جاء تقرير يوم الخميس من المعلمة أو من المعلم زين إيه؟ ترى بتروح بيت خوالك, عرفت هذا؟ أو بعطيك سوني, تقدر تقول كذا. أوريكم الآن فيديو تشوفون فيه الكلاسات, صورت فيه حمد وغسان وهم داخلين وطالعين عشان تشوفون الكلاسات كيف مرتبة ونظيفة, تحط ولدك في مدرسة وانت مرتاح. طبعا ما شاء الله تبارك الله ابن الرشد لها ما شاء الله تبارك الله ابن الرشد المدارس العالمية هذه لها صيتها ومشهورة ومعروفة صراحة, يعني معروفة وحاصلة على أكثر من 70 جائزة. أبى أنزلكم الفيديو وأبغاكم تشوفونه, شوفوا الكلاسات وشوفوا في مؤتمر يسوونه سنويا. أبى أنزل لكم وأبغاكم تشوفونه بعد. كيجي كيجي أدخل كيجي, أنت شو جابك معنا؟ أنت من تب أنت أي صف؟ أي صف أنت؟ هذا إيش هذا؟ هو كيجي. طيب خلاص أنت رح, قصدي هذا جريد, هذا حق جريد. أوكي حلو, تعال أدخل 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 نشوف كلاس. كيف؟ ايش تو قلت؟ حلو. وش الحلو؟ قل لي عن هذه. يلا انت قلت لي الالوان. طيب يلا اجلس الحين, اجلس ورني كيف تلون, اجلس ورني شلون تلون. يلا انا المعلم, اجلسوا اجلس هون, اجلس معهم. يلا اجلس بعلمكم, يلا اجلسوا. ما تسمع الكلام
بدق على ابوك اقعد. مورسكم مشاغبين انتم في المدرسه. يلا اجلسوا يلا. بشرح لكم الحين شلون تلونون. خلاص؟ تعرفون؟ يلا وروني يلا. لا بنلون الكريم. طيب يلا ورني الحين. لونوا يلا. يا اخي عجبني كلاسهم والله يفتح النفس. كلاسهم يفتح النفس يا العاب ساعة صدر. وين يا مول؟ اي العاب في استراحة. اي والله هذه صراحة جميل. بلس 50 بلس 5 ماينس 69 ايكوال كم؟ 30 كم؟ 30 تعالي كم؟ 30 عزيز عزيز.